فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم لاستقبال الناخبين من جميع محافظات مملكة البحرين في جولة الإعادة من الانتخابات النيابية والبلدية 2022. وتجرى جولة الإعادة في 34 دائرة نيابية و23 دائرة بلدية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة 8 صباحا وستغلق عند الساعة 8 مساء. هذا وكشف رؤساء مراكز الاقتراع قبل البدء بعملية التصويت عن صناديق الاقتراع أمام المراقبين ووسائل الإعلام ومندوبي المرشحين للتأكد من خلوها وعلى مطابقتها للمواصفات. وكانت الجولة الأولى من الانتخابات قد أسفرت عن فوز 6 مرشحين نيابيين و7 مترشحين بلديين وسط مشاركة شعبية واسعة بلغت نسبتها 73.18%.